بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وإحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا قصة عن إسلام، يعني شخص اعتنق الإسلام، كان متابع لقناتي، فيعني قاده هذا الأمر لشيء غريب وعجيب. سنسمع قصته إن شاء الله ونقرأ قصته، لكن في بعض الأسئلة بدي أجيبها. هذا الدرس رقم 64 إن شاء الله. شاب اعتنق الإسلام بعد أن داوم على سماع حلقات محمد حجازي عن الاستغفار وسورة البقرة لمدة طويلة، ولكن حدث معه شيء، يعني شيء كبير بنسمعه كمان من زف. كمان مرة القناة الجديدة على التليجرام التي فيها قصص المستغفرين وقصص قراء سورة البقرة، ماذا وجدوا فدونوا وتسجلوا تسجيلات صوتية، فالجروب ما شاء الله تبارك الله يعني فيها لي إقبال شديد والحمد لله رب العالمين. وقصص واقعية لمتابعينا الذين تابعوني على طريقتي. طيب سند أجيب أحد الإخوة، يعني عندما يأخذ أحد الإخوة سورة البقرة مباشرة، إذا كان هو قديم عهد بسورة البقرة، يعني أنا بدأ ما كنت أعرف لا حجازي ولا أعرف أي شيء، ما كنت أعرف عمال أقرأ سورة البقرة لمثلا خلينا نقول الحد الأدنى يعني 3 أسابيع أنا صرت أقرأ سورة البقرة، عمال أقرأ سورة البقرة، أو حتى أسبوعين، أنا لي أسبوعين عمال أقرأ سورة البقرة. ده أقول لك استمر على مرة واحدة، استمر على مرة واحدة، لكن وصل الاستغفار ل30,000، مش من باب التحديد، مش من باب التحديد، من باب الإكثار. 30, 31, 32,000 استغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله هكذا. أنا بقولك صوت، ولكن أنا بعمل بدون صوت، يعني أنا بقول لك عشان أخفف الصوت عشان تسمع، ولا أنا بستغفر هكذا لسان، خلاص اللسان يعمل مش فقط قلب. جميل. المبتدئ يبدأ بالاستغفار لأنه مشكلته وتعطيله سبب هذنوب، فعليه أن يتوب من الذنوب، يلزم الاستغفار عشان الله حول هذه الذنوب لديون وهموم وكروب وطلاق وتعسير حال وأمراض وأسقام، حول هذه ذنوبنا، بضاعتنا ردت إلينا بأشكال متنوعة، هذه الذنوب حولها الله علينا، منها هموم، منها أصحار، منها ديون، منها كروب، منها تعطيل، منها أمي لا أصطلح أنا وإخوتي، قطيعة أرحام، هذا حولها الله علينا هكذا. طيب شو العمل؟ بتوب قدر المستطاع من هالذنوب، تلزم الاستغفار، وعشان تلزم الاستغفار بال30,000 اللي قلتهن. نعم. وبتشغل سورة البقرة دائم، كل الإخوة كلنا وأنا كذلك، أنا كل يوم بنام على سورة البقرة، كل يوم أدهن بزيت بقري، كل يوم من أكثر من 25 سنة. نعم، شغل سورة البقرة في البيت من الموبايل، ورش البيت لما بتشوف فيه هيك اشياء مش مظبوطه في البيت، رش البيت، زوايا البيت، اركان البيت، زوايا الغرف من فوق من ناحيه السقف رشها في الماء المرقي، وشغل البيت في الماء في سوره البقره، وتحصن باذكار الصباح والمساء والنوم. مهم جدا النوم، ابحث عن اذكار الصباح والمساء والنوم، او اطلب المشرفين يعطوك اياها، فهي كانت موجودة مفصلة في البداية، شوي شوي بتقلل الأذكار، بتصير يعني أذكار قليلة بالبداية لأنك أنت ربما يصير عندك هجوم شياطين. طيب أنا بيتي معكور، بيتك معكور، كمان مرة برش البيت في الماء المرقي ومنتشغل سورة البقرة ومنتوب من ذنوبنا، لأنه معكور بسبب ذنوبنا، الله حول إيش قلنا، كل إشي مضايقك هي بضاعتك ردت عليك، أنت تسيء الأدب إلى الله والله يرد قلة أدبك هذه عليك، مصائب، هم، مشاكل بين الأولاد والزوجة، مشاكل بينك وبينك أهلك وبين اللي حواليك، ديون وهموم وحروب وكل شيء. وصلت؟ شو أعمل؟ توب من الذنوب، إذا بالاستغفار، استقيم على أمر الله، كون مرآة لدين الله، كون يعني صلاتك في وقتها، مش مضيع كل إشي وماسك مسبحة. يعني لربما انت بالمسبحة هذه، يعني اذا انت كنت تمشي للخلف
لكن أنت بالنسبة عندما بدأت تستغفر وأنت في عندك بعد شوية إصرارات مصر على معاصي لربما وقفت، لكن أنت مش عمال تتقدم، إحنا نخلص من الدين، نخلص من الهم، نخلص من الكرب، أنت وقفت، أنت مش عمال تخد ترجع إلى الخلف في مصائب أكبر وأكبر. يعني وقف حالك، يعني مش عمال تتقدم ولا عمال تتأخر، ليش؟ لأنك عمال تستغفر ولا زلت مصر على معاصي. متى تبدأ التقدم؟ لما بتوقف المعاصي. طب كيف بدي أوقف المعاصي؟ عشان هيك بيجي دور سورة البقرة بعدين، ولكن في أشياء أنت بتستطيع أن تتركها، وأذكار الصباح والمساء بتساعدك في هاي الأشياء يا أخي. يعني هي ليش؟ عشان الشيطان الذي أمركم، مش تاج الذكر، تاج الذكر هو يعني حرز لك من الشيطان، يعني بتقولوا 100 مرة في الصباح ومئة مرة في المساء. طيب هاي الأمور كلياتها، أذكار الصباح والمساء بتساعدك أنك أنت تخلص من هاي الشياطين التي تؤذك أز وتخليك تعمل المعاصي. طيب أنا بدي عشان أسيطر الوضع لازم أنتهي من الذنوب، ولا تسهل معي مشاكل، أي مشاكل معك، مشاكل صحية كله ذنوب. يا جماعة إذا أنت بدك تلك تقول بلاء، أنت راح تبقى مريض كل حياتك. أما إذا أنت بتقول لا أنا صحيح، أنا ما أنت بتعرف حالك، بتعرف حالك بالله عليك، بتعرف حالك، بتعرف حالك إذا بتدخن، نعم التدخين اتركه، أنا كنت بدخن تركته، عند الله ما فيش معانا، احنا بنمشي لبعض. فوالله هي كلاتها يعني الشيء مغطى في قشه، الشيء انك تترك التدخين هي غصة يوم وخلصت، ونفس عاطله الشيطان يأمرك هاي الله ارجع شو بدك بالكلام هذا. مش بس التدخين، الاباحيات، الغناء، الطراب، الاعراس، تروح على الاعراس انشان تجملني انا وانت مسيء الادب الى الله، بقول لك خليك في دينك، هيك الله بقول لك. لكن تروح تجامل الناس على أفراحها مثلا، في طلع في هيك، أنا بروح على أفراح بفوت بتعشى بنقط وبطلع، طيب بحاول بحاول قدر المستطاع باكرا إذا يعني ما يكون في طنطني، وإذا الطنطني مستعد أذهب إلى البيت، أعود إلى البيت، أحاول أني أرجع على البيت يعني عنده أزوره في البيت وانتهى العرس. يعني ما تروح تطرب عليك واجب مثلا بدك تسقطه، ما تروح تطرب، خلاص روح سقط الواجب وروح مباشرة، لا تجلس في المكان هذا إذا فيه طرب، إذا ما فيه شيء يعني وفيش خلط جميل، ما في مانع. فما تظلك مستمر فبتظلك مكانك، طيب شو أعمل؟ وبدو ظل الدين عليك، بتزين أروح على العراس ولا أظلني بالغيبة والنميمة؟ واحد بيقول لي كيف نخلص من الغيبة والنميمة، هذا الدرس له. بتزين تظلك بالدين ولا تظلك تحكي؟ ضلك تحكي على الناس وغيب ونميمة، ضلك بالدين. طيب أنا شو أعمل لما بيحكوا؟ أنت استغفر. لما أنت بتستغفر الله بيكنس لك إياهن بعد شهر بعد شهرين، هذول اللي بيغيبوا غيبوا نميمة إن شاء الله أمك وأخوتك كلياتن بتبطل تجالسهن، مش من باب إنك قطيعة أرحام، لا خلاص الله بيبعد عنك كل الناس اللي بتغتابوا غيبوا نميمة، فهمت؟ أنت بتستغفر والله بيكنس، الله بيكنس لك، خلاص بتصير تلاقي ما فيش حدا انا اغتاب معاه، بطل في حدا في غيبي، انا مشغول بالاستغفار والله سيقودك الى سورة البقرة. وصلت؟ فاول اشي اول مرحلة هي الاستغفار، هذا الذي وجدته، اقبلوا مني النصيحة، بتكوش انتو حرين، اللي بده يتعلم هنا فيها بلغ عني ولا فليأتي انا ابين له طريقة عشان يجد ما اقول، واذا بعد شهرين ثلاثة يعمل شو بده قال لي صار عندي انتكاسي أنا مش مسؤول عنه، أنا ماني مسؤول، هو عمل شو بده. طيب إذا أنا بقرأ سورة البقرة 3 أسابيع يعني أتركها، أنا ما قلت لكاش تتركها. إذا صار عندك هجوم للشياطين وانت مش قادر تسيطر إلزم الاستغفار، ممكن إنك تتركها. لما بتكثر استغفارك وبتتوب وانت مش واقف محلك كيف قلنا، انت بتستغفر وبتذنب، لا انت بدأت تتقدم، بدأت امورك تنفرج، بدأت امورك تتحلحل، بدأت انت تجد شيء من الاستغفار، بعد هذه المدة بعد ما تحصل على حقيقة الاستغفار تنتقل الى سورة البقرة. الدرس يطول وبديش اطوله اكثر من اللازم لانه في عندنا هذه القصة الجميلة، في عندك من قصة الرجال الذين يعانون من البروستات، أنا بقول لكم كمان مرة أنا واحد منهم، الله شفاني بالاستغفار، وهذه يعني أجلكم الله يعني مقلقة وبتغلب هاي كثير، يعني
رجال يعني على الأغلب يعني عمر فوقي الخمسين شوي. قصة عشان الواحد نأكد أينا هيا الحياة بلواني ولو آية. طيب هاي عندنا. طيب هذا الأخ بيقول أنا شفاني الله لا أستطيع النوم بسبب البول أكرمكم الله، فأنهض مرات عدة في الليل، فشفاني الله بعدما لزمت الاستغفار الحمد لله. خلينا نسمع قصة الأخ الذي يعني اعتنق الإسلام من أخونا أحمد الغامدي تابعه، ونقرأ قصته كتابة كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك أخي محمد الهجازي. هذه قصة أخونا محمد، يقول قصة الإسلام. كنت أبحث في اليوتيوب وأقلب الصفحات فشد انتباهي فيديو للأخ محمد حجازي، أثارني الفضول فدخلت وتصفحت في قناتي لمدة قارب 7 أو 8 أشهر، ودخلت إلى مجموعة واتساب وبدأت فقط كالأعجب لما أفهم في الدين، كلما أفعله فقط أتابع إخوان المسلمين وهم يتحدثون عن المعجزات وعن الله وعن الأنبياء والأحد. وبعد فترة كنت في العمل فجلست تحت شجرة سدر أتأمل وأنا في ضياع تام، من هو الله وهل لا يوجد الله؟ وبينما كنت جالسا على الأرض رأيت قطا مقبلا علي من بعيد يركض حتى أصبح بجانبي، فقفز عن يميني وإذا بثعبان كبير جدا أصاب الأمر بذهول وبدأ قلبي ينبض وكأنه رسالة من الله بعمر جديد. فأتيت إلى الأخ أحمد الغامدي وطلبت منه أن يعلمني الإسلام، والحمد لله كان لطيفا جدا وبسط لي الدين بشكل جميل ولله الحمد. بدأت في الاستغفار وسورة البقرة وبدأت علي هجوم الشياطين، حين أراها على شكل أطفال وحين أراها على شكل ضلال، وحين يغلقون الباب بالقفل وأنا بالداخل. اسمه الأخ اسمه محمد، عمره 20 عاما، من أفريقيا. هذه قصة أخي محمد حجازي. السلام عليكم. طيب قصته مكتوبة. يقول طبعا الأخ أبو عبد الرحمن هو المشرف على الجروبات، في جروبات هو مشرف على الجروبات في الواتساب، أحد المشرفين إن شاء الله. تابع هذا الأخ وبسط له الإسلام وتعلم الإسلام ودخل الإسلام واعتنق الإسلام، هنيئا لك، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا جميعا. قصة إسلامي. كنت أبحث في اليوتيوب وأقلب الصفحات فشد انتباهي فيديو للأخ محمد حجازي، أثارني الفضول فدخلت وتصفحت في قناته لمدة تقارب 7 إلى 8 أشهر، ودخلت إلى مجموعة واتساب وبدأت فقط كالأعجم لم أفهم في الدين، كل ما أفعله فقط أتابع إخوان المسلمين وهم يتحدثون عن المعجزات وعن الله وعن الأنبياء والأحاديث. وبعد فترة هنا بدي أتكلم على شيء يعني، وبعد فترة كنت في العمل فجلست تحت شجرة فجلست تحت شجرة سدر أتأمل وأنا في ضياع تام، من هو الله وهل لا يوجد الله؟ وبينما كنت جالس على الأرض رأيت قطا مقبلا علي من بعيد يركض حتى أصبح بجانبي، فقفز على يميني وإذا بثعبان كبير جدا أصابني الأمر بذهول وبدأ قلبي ينبض وكأنها رسالة من الله بعمر جديد. يا سبحان الله، بالله عليكم، يعني هل هناك الله؟ كيف أنقذه الله؟ ويتساءل يعني هل المسلمين صح؟ هل يعني هذا صح؟ هل الله موجود؟ ثم بعث الله له هذا القط يركض باتجاه الأفعى وهو لا يراه، الأفعى بجانبه، فانقض على الأفعى هذا القط فذهل هذا الأخ. فيقول فأتيت إلى الأخ أحمد الغامدي هو المشرف على جروب الواتساب في الرجال، وطلبت منه أن يعينني يعلمني الإسلام
والحمد لله كان لطيف جدا وبسط للدين بشكل جميل ولله الحمد. بدأت في الاستغفار وسورة البقرة، وبدأت علي هجوم الشياطين حين أراها على شكل أطفال، وحين أراها على شكل ظلال، وحين يغلقون الباب بالقفل وأنا بالداخل. سبحان الله سبحان الله. نعم، لا يريد له أن يسلم، أن كانوا متأكدين أنه من حطب جهنم، لا يريد له أن يسلم، فبدأوا يظهروا له. فالحمد لله رب العالمين. ما هي سورة البقرة؟ آيات حسية، ما هو لازم تشوف عشان تآمن أخي الكريم. ما بنفعش كل إشي مكتوب، ما الله قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تشوف المطر، تشوف الرزق يأتي من حيث لا تعتزم، تشوف أمورك تغيرت، آياتهم شايف شياطين، هجوم الشياطين، انعكر البيت ثم أداء البيت، ثم تراهم في الأحلام، ثم ينتهي الأمر، ثم يتغير فكرك وأولوياتك وكلك وتسقل من جديد ولتصنع على عيني جل في ولا يقول لك في سورة البقرة. لكن لا أدري كيف المتابعين رأسا مباشرة يأخذوا سورة البقرة والاستغفار معا. والله ولا مرة قلت خذوهم معا. إلزموا الاستغفار أخوة الكرام. أولا نظفوا 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 نظفوا، نور الله لا يهدى لعاصي، أنت عاصي الآن. والاستغفار هو رحمة الله، فاطلب رحمة الله، اطلب المغفرة على السنين التي مضت، اطلب اطلب اطلب، استغفر على كل ذنب. نعم، في بيننا وبين الله ذنوب، وبيننا وبين الناس ذنوب، لئن تبنا نحن إلى الله سيتوب الله علينا، ولكن ما بيننا وبين الناس لا، هذا بدك تدفع ثمنه، هذا بده استغفار كثير، هذا بده رد حقوق. نعم، يا إما بترد في الدنيا يا إما في الآخرة، فاجعل لك رصيد كبير من الاستغفار، وأنت استغفارك على كل ذنب أسأت الأدب فيه إلى الله. عندما اقترفت الذنب أنت أسأت الأدب أولا لله، فتستغفر على هذا الذنب، وثانيا عشان يكون عندك رصيد ترده يوم القيامة، فتبي السيئة حسنة تمحوها. معنا كمان قصة، أبدأ الرسالة على بدون أسماء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي هي مشرفة معنا، طبعا صار لي 3 أشهر مداومة على سورة البقرة، طبعا داومت عليها سنة المضت. كنت مثل الفراشة، ورغم عزلتي للعبادة لم أكن أحس بالملل أو الاكتئاب، لكن تركتها والله اليوم، ولكن تركتها والله اليوم فرج همي، بكيت من الفرحة، قرأتها ونمت، رزقني الله من حيث لا أحتسب، شخص ساقه الله لي دفع لي بقية قسط ابنتي الجامعة، وكانت عندها وكان عندها مادتين، كنت متأكد أنها إني سترسب يعني، ولكن بعد المداومة على البقرة والاستغفار والصلاة الإبراهيمية كنت موقنة إن ربي ما يضيعني. كنت أحيانا أصلي ركعتين قيام ليل أو أدعو وأبكي وأتضرع لله، والحمد لله قد أعطاني سؤلي، حتى إني بعد 9 سنوات لم أرزق بحمل، وزوجي يحب الأطفال كثيرا، شاهدت رؤيا وعلمت أنه عمل لي سحر تفريق، وصرت أرى رؤى وأعرف من أذاني، وأخذ حذري منهم، وأمطر الله لي السماء حتى آلام الدورة الشهرية اختفت. نعم أخواتي، في إن كثير تعليقات من هذه الشاكلة، هذه آلام الدورة الشهرية اختفت، سمعنا هذا كثير قصص من هذا القبيل، وما كان الله معذبهم يستغفرون. نعم، آلام الدورة الشهرية اختفت، والعصبية عدا عن النشاط والانشراح الصدر. أنا كنت جديدة بالقناة أخينا محمد حجازي، الأخ محمد حجازي، قبل سنة. أنا كنت جديدة بالقناة أخ محمد حجازي قبل سنة، والتزمت إن شاء الله بعد الامتحانات. ابنتي التزمت معكم بجدول ورجع أبشركم بترفع ابنتي بالجامعة وتحقيق باقي الأمنيات ودعواتكم. الله يحفظ أخي محمد حجازي، ساقني إلى سورة البقرة والاستغفار، كانت قناة على اليوتيوب منذ عام
طيب ان شاء الله احنا يعني في هناك اسماء مش مهم، المهم السفينة كده قصة اخرى يعني، فتح الله علي هذه الاخت بالاستغفار وسورة البقرة سمعته. بس انا اطلب من الاخوة يعني يكون شوي يراجعوا المراسلات قبل ما يبعثوها. طيب انا قصة اخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي، بلغوا عني ولو آية، تحياتي لك والاستاذ محمد حجازي. في البداية اكتب قصة ابن عمي حتى يستفيد منها من يقع فيها، وحتى يستفيدوا بعد أخذ الإذن من عمي سمح لي سردها، بعد أخذ الإذن من عمي سمح لي بسردها، ما دامت للإفادة بدون ذكر الأسماء أو المكان. أنا إلي ابن عم كان في ألمانيا يسرح ويمرح وتزوج ألمانية وعرف أنه لا خلفة له، مستحيل يكون أب، وتطلق ورجع إلى بلده، وأمه كانت كل يوم تطلب منه يتزوج وهو يرفض لأنه ما يريد يورط بنات الناس كونه لا خلفة له. وفي يوم من الأيام بنت الجيران كانت عندهم فقالت لأمه هل أعطيك شراب يجعل ابنك يحب الزواج؟ شوف هذا سحر طبعا، هل أعطيك شراب يجعل ابنك يحب الزواج؟ إخوتي الكرام هذا كفر، يعني أنا لسه بدي أوقف الكلام، هذا كفر، هذا أسحار، هذا سحر، يعني يعملوا له سحر بمحبة لكن سينقلب السحر على الساحر، ينقلب السحر على من عمله. أنا بدي أكمل القصة لكن انتبهوا إخوتي الكرام، مشكلتنا بالتعطيل مع الله، احنا أسأنا الأدب إلى الله فعطل لنا أمور عشان يلفت انتباهنا، يا عبدي أنت تسيء الأدب معي فعليك أن تتوب وترجع، وإن رجعت إلى التوبة ولزوم التوبة والقرب من الله أعاد الله لك مسارب الرزق والحياة الطيبة الكريمة التي وعدك فيها إن كنت تعبده كما يريد الله وليس كما تفعل. إياكم إخوة الكرام السحر من الكبائر، إياكم إخوة السحر، من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما فعل حتى لو رأيت الإشي يتحقق أمامك فقد كفرت بما أنزل على محمد، فأنت كافر تخرج من الملة. طيب وإن أنا ذهبت إلى يعني أنا أخذتك وأنا مش عارف أنت من، يعني من كان متفرج ولم يفعل شيء لن ترفع له صلاة 40 يوم، فلا تقربوهم لأنه سيسحروكم، لا تقربوهم سيخربط عقولكم، أنت لست محصن، أنت لست أهل لتذهب إليهم، أنت لست أهل، أنت مش من أصحاب سورة البقرة الحامي يعني هل أنت محافظ على تاج الذكر وسورة البقرة حتى يعني فشوي شوي ما تفكرش حالك شاطر، يعني الله أذن للسحر أن يصيب فأصاب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله أذن لهذا السحر عشان يتحقق عشان ترى القوى الخارقة التي لا تراها من الشياطين. طبعا ما فيش ان احنا علم طاقة وكذب، هذا علم الطاقة كله كذب وكله خزعبلات، طيب وعلم جذب وكليات وهي الخزعبلات هذه كلها كفرية شركية. انا قلت اشياء لا نراها، احنا لا نرى الشيطان لكنه يعمل ويخرب ويدمر حياتك ويسود عيشتك. نعم خلينا نستمر ان شاء الله. طيب هي بتقول له وفي من يوم من الأيام بنت الجيران كانت عندهم فقالت لأمه هل أعطيك شراب يجعل ابنك يحب الزواج؟ فرحت الأم فأعطت لها تضعه في الشاي ففعلت وباختصار تزوجها. باختصار هذا الأخ الشاب تزوج هاي اللي أعطته السحر. وفي ليلة زفافه في صباحه الوالد ظهر كالمجنون لا نعرف ما به، فأبوه عمي أخذوه إلى المشايخ أجمعوا لأنه انتهى وله أمرين، إما ينتحر أو مجنون يسيح في الشوارع. يسيح في الشوارع
وفعلا أنقذوه مرتين من الانتحار. وللأسف زوجته قال سأفرحكم هي حامل، فجن جنونه ووقف أمام السيارة، لكن السيارة وقفت فعرفنا إنها لها عشيق، وضحك عليها وأرادت تخليص نفسها، وعمي لا يريد الفضايح. سكتوا بعدها عمي وهو في حالة عصبية، سمع قناة الأستاذ محمد حجازي فأخذ بالأسحار يقرأ سورة البقرة على ماء ويغسل ولده، فعمي وضع ولده وربطه لأنه أصبح مجنون، فقام يرقيه ويبكي ويستغفر له ويكثر بسورة البقرة، يقرأ على شرابه وأكله وغسله وملبسه، ورماها كلها، واشترى له جديد، وقرأ عليها سورة البقرة حتى أخذ يرجع لوعيه شيئا فشيء. واليوم رجع لعيادته، اليوم رجع لعيادته لأنه طبيب، والحمد لله والشكر. وزوجته تزوجت من غيره، يعني جمعت بين زوجين وضبطتها مع غيره، فحرقها وتركت بنتها وهي على اسم ابن عمي، فعطف عليها عمي وهي الآن في بيت عمي من يومين، وهذا كله من فضل الله. ثم وثم الأستاذ محمد حجازي جزاك الله خيرا، وإن شاء الله نقدر نفيد الناس ولو قليل، وشكرا على المجهود. يعني نعتذر على القراءة، هي كيف كتبتها من لهجة للهجة، يعني مرات تتغير، لكن المضمون يعني كل البعد. هذا كان فياله في ألمانيا، عاقب الله في الزواج فيش إنجاب، جاء إلى بلده، رجع إلى بلده الأم، يعني وين هو ساكن، وين أهله، فلأنه عرف حاله عقيم، يعني وعطوه تقرير أنك أنت عقيم لا تنجب، لا يمكن أنك تنجب، فكأنه لا ما أراد أن يفضح نفسه. يعني إحنا عندنا بيفكروا أنه يعني الإشي بالرجولة أنه هو ينجب، الأمر أمر الله، الأمر أمر الله. طيب، فهناك تدخلت فتاة وقالت لي، يعني بعد أنه امتنع عن الزواج، تدخلت فتاة وقالت شو رأيك إذا لأمه إذا بعطيكي شراب يشربه بصير يحب أنه يتزوج. طبعا هي صحرته، الأم ما بتعرف، وإذا عرفت طامة كبرى. المهم طبعا هي فاتوا على الكفر، والكفر دخلوا كلهم على الكفر بهذا الموضوع، يعني الذي علم فهو كفرة، وهي هذه التي شربت وهي كافرة بحكم أنها عرفت أنه سحر وشربت هذا السحر. المهم تزوجها، فعندما تزوجها انجن عمها بليلة الزفاف، انجن وبدأوا يعني يعملوا. المهم هذا الولد كمان صابوا حال، العريس انجن وصار بده ينتحر، دور بده ينتحر أو دور بده يعني يسيح بالشوارع. فالعم انجن على ابنه شو صابه، وبعدين مسكه وسمع قناتي وسمع الاستغفار وسمع سورة البقرة وسمع يعني كلامي كيف نتعامل مع الأصحار وهكذا. فما كان عليه إلا أن ربط ابنه وصار يغسله بالماء المرقي ورشه بالماء المرقي وهكذا، ومشربه ومغسل، صار يغسله وغسله كل أواعيه، ورمى أواعيه ملابسه، الأواعي يعني الملابس، رمى ملابسه السابقة والقديمة وجدد له ملابس بعد أن غسلها بالماء المرقي. وهو كان يقوم الليل بسورة البقرة ويلزم الاستغفار، فبدأ ابنهم يعود إلى طبيعته، وهو طبيعته إنه طبيب، وعاد إلى عيادته والحمد لله رب العالمين. وتلك الفتاة الساحرة المسحورة كاين عندها عشيق، وذهبت مع عشيقها، وهي لازالت على ذمة هذا الرجل، وتزوجت رجل آخر. شوف الكفر لوين يصل. على كل حال، قصص لا تنتهي، مآسي تنتهي بالاستغفار، مآسي تنتهي بالاستغفار. نعم، الله يسلط علينا ليسومهم سوء العذاب. ناس عاي في حالها، ناس تعبان يا جماعة، ناس تشكي لبعضها البعض، السوق تعبان، الشغل واقف، الأمور الدول الفلانية
لو انه غيروا الرئيس، والله لو غيروا 100,000 رئيس، والله لو ازالوا هذا العلم وبقى المسلمين لوحدهم هنا كيفما هم، والله لسلط عليهم النمل وسلط عليهم الاوبئة. الله يا جماعة، احنا جماعة لا نستحي من الله، نحن لا نستحي من الله. مقصر قول مقصر، قول انا والله مقصر، يا قل له لربنا، قل له يا ربي مش قادر اطلع من المشكلة اللي انا فيها. بس مش تدير دارك وتفكر حالك شيخ وانت بتصلي صلاة الفجر وبس، لسانك اطول من 100 متر، او انك تقعد مع المصحف وبعدين انت ظالم للناس وماك الحقوق هنا كل عندك قرض ربوي. الناس يا جماعة بطلت تعرف شو معنى حسنة. ثمار الحسنات مش موجود عندهن، لأنه عندهن جبال من السيئات، فبيعملوا الحسنات بيجدوا لا يجدوا الثمار. لكن عندما يصير عندك جبال من الحسنات وقليل من السيئات سترى ثمار عجيبة. لكنك أنت لا تستمر، استمر بالاستغفار، استمر بالترك. الله يعطي على الترك، ترك الذنوب أكثر مما يعطيك على الصلاة صدقني. لكن أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة. الأخلاق إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق، مش معناه تترك الصلاة، ما حدا يقولني ما لم أقل. إنها تصوم النار وتقوم الليل، يا بتصوم وتصلي وما شاء الله عليها، كب الله بالنار لأنه لسانها بذيء. ويا بصوم وصلي يا رسول الله، الحديث المفلس كمان بصوم بصلي وما شاء الله ومكثر لكنه لا ينتهي، كب الله في النار، أكل حقوق الناس، أكب الله في النار. والذي خلى في محارم الله، لحالي أنا ما فيش حدا معي، ما حدا معي، لا أستحي من الله، يلا فيلم أباحي أو أتكلم مع فتاة بما لا يرضي الله وهكذا. لا ربما نفتح لايف والعياذ بالله، وهذه هي طامة كبرى. انتبه يا أخي الكريم، كل هذا بدك تدفع ثمنه، كله بدك تدفع، حقوق العباد بدك تدفع ثمنها وحدي وحدي، كل شيء بحقوق العباد ستدفعه لن يسامحك الله بلا ولا شيء. أما ما بينك وبين الله لربما يسامحك إن تبت. وصلت؟ عشان تعرف تميز ما بينك وبين الله. فصح أنت بتفكر بتركض على الصلاة فمعنى صرت من أهل الجنة، لا يا أخي، حسب حالك. وقول أنا إذا كان سيدنا أبو هريرة يستغفر 12,000 مرة في اليوم، قال على عدد عتقي من النار، يعني بيعتق نفسه من النار ب 12,000 استغفار في اليوم. وانت عايش مركن، يا عبدي إن جئتني بقرابة الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، ولكنك تشرك بالليل والنهار يا مسكين انت مش عارف. عندما تنسب فضل الله عليك لنفسك أو لفلان أو للرئيس، أو عندما تركض بالانتخابات مع رئيس فلان يعني عشان إيش؟ عشان يغير واقعك، فهذا شرك، يغير لك واقعك وبيغير واقع الرئيس، هو يملك يقدم ولا يأخر. والله سلطوا على رقاب العباد، فإن كان العباد خير أعطاهم رئيس خير، وإن كان شر زادهم أشر منهم. نعم لازم تعرف كيف الله بيعملنا، الله بيعملنا. مثل ما تكون يولى عليكم مثلا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إدينا دار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا، بعض مش كله. يعفو الله عن كثير يا جماعة، يعفو الله كثير ما بينك وبينه، مع بعض لا، بدك تدفع ثمنه. فدير بالك غيب ونميم بدك تدفع ثمنه. لربما أنا لم أصلي 50 سنة واليوم بدأت، قد يعفو الله عن هذه 50 سنة التي لم أصليها وقلت فيها ربا وعملت الأعميل، لكن ما بيني وبين الناس سبيت وظلمت، لا يعفو، بدك تدفع ثمنه. هاي حقوق العباد، هذا من عدل الله أنه نتحاسب أنا وياك، أنت سبيتني، أنت كلت حقي، أنا اشتغلت 20 سنة وسرقتني، 20 سنة راحوا هيك الله بيقول لك يلا مغفور، لكنك أنت كمان تشرك بالليل والنهار. فالله لا يغفر، يحبط العمل هذا، كل يوم بتخلص أنت العمل
بالصلاة وحافظ كل إشي، وبالآخر بتقول والله لو ما أبو أحمد، لولا أبو أحمد كان أنا ما عرفت شو معنى الاستغفار. شايف أنت أشركت بالله، أو لو ما لولا هذا الكلب الذي نبح أجلكم الله لسرق البيت، ما الله الذي جعل الكلب ينبح عشان أنت تستفيق. فرد الفضل اللي لولا فضل الله جعل هذا الكلب موجود في هذا المكان ونبح. فهكذا فهمت؟ أمريكا، روسيا، غرب، هذا كلام. نعم، الله الذي قواهم علينا، كلما ازددنا يعني ذنوب زادت صواريخهم قوة علينا إحنا. نعم، زاد بطشهم، وجاء الرئيس اللي بعده ألأم من اللي قبله، وكلهم يتفننوا في اللؤم علينا لأنه إحنا لا نستحي من الله. يا أخي إذا بتكاش تصدق السرطان، من الذي يسلطه عليك؟ يعني لما بقول لك الطبيب رفعت يديه والسرطان يفتك، من له السرطان غير الله؟ توبوا إلى الله، راقبوا كل شيء ستحاسب عليه. ويعفو الله عن كثير أنت نسي كثير. الله لما أنت بتعرف حالك وبتعترف والله بيصير الأمر كويس، وبتعيش حياة طيبة مع الله وأمور طيبة وكلها طيبة. فإن شاء الله عندما تنزل هذه الحلقات سيكون في صندوق الوصف روابط كل الحلقات إن شاء الله، روابط كل الجروبات وجروب القناة القصص والإنجليزي وكل الروابط إن شاء الله. وهناك قنوات معنا وجروبات، شاركونا الله يرضى عليكم.